wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa degmada Geedbalaar ee gobolka Gabeelay ku wareejisay gaari ambulance kaasi oo ay degmadu baahi weyn u qabtay waxa ka soo qayb galay wareejinta gaarigan ambulance ka maamulka gobolka ka degmada Gabeelay xilibana ka tirsan golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Geedbalaar kuwaasi oo dhamaantood halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay waxana ay ka warameen muhiimada وقاريجان أمبلاس كيقوله يا هاي بلشدة تجمد الجد بلاد أو الشيعين اللي باهي وينو قبين ما أنت واحد شوكنا تجمد الجد بلاد أو إن بزن باهي وقبتي إن أمبلاس هي شو إن شاء الله إلهي نقول قوله وحنا محل هذا نصيبه يا شيء نكهنا حلبان كي نيجو ذي برلمان كو إنه صاير له باهي ذا إنت بزن تجمد وتبي شيء ويقف كبكيو إن أمبلاس كو بدنا حدود ماله ملو بوك سوق هذا كرا قف كي حنوسنا يا تاسنا waato ay noo baahneen oo maanta ay noo fulisay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka codsanayna sida waashmaanada kuwa nadiifinta waxa soo dhindooda hoosa ku ayaa masuula waxaan doonayna ayaduna inay qaybkeeda mushaharka qaadato si degmadu ay iyo dhaqtarku u noqdo wax shaqeynaya xagaana allay badayba inoo xigta xagaana waxay noo xigta wajale xagaana waxay noo xigta maadaama aan xadku nahay harti horta deegaanka inta la leegi bilaa ambulance buu ahaa باهينا وو قبي آدي آدي آد با نغو مهد نغنا عيد كستا او غعانكا جيستي قضب باي هاي قضب خلابات نوحا هاي نختر هاتي نختر لو اي واين ام بلاس لها لاسو مالد واحد تنادا هاتي هاتو طي حد عوحي تيها لغو قدا مركا كوباد وحا مهد لي او انو مهد علين انا حكومة دردحة ايه چموريد سو مالي لان او مان تاين سو غارسيسي أمبلاس كان أي نهال كان وجود بلد جينو إنت نن أردن أي نسوس رعنة نسوس صباحنا وحها وح جد بلار تبيسو تجان كان جد بلار وح وي ودق موين كا ودرك بلار أبو كشرة رنتي فرحات بين نوت هينا نقص وقيب قال إن ما أنت هالك أمبلاس كي جد بلار لجو رجني وح وي وح نقوم هذا علينا اللي بعد ذكرينه خوشة أوز فر بلاسارة يا نقول إن واقوم أحسن تاي إلى حصصت ديجان كاي أو على حكسو عيس وحنو ما هذنا قيا إن حلبان كا قلها هو كيلا دا إن وسارة عافمات كا أو جاسبو ينقل تشوجو يعد كستا كسوق قاطي حكومة دا يعد كستا أو هوشا لكل هيد عد كستا كسوق قيب قشة وقت كو قصص يسح حفلة دا أي نجاريك كل ورجلنا نور أو هلكن شوكتنا ولو ما هذنا قيا دمان تدك كل دونا هاي نو ما هذنا قلو وفتيا يا قاسمها بعض عفمات كي هوا شيء نوصل تقل سيح البانكو شو دي بدن قليو ما قاعد يمن فعبا كل ما أنت دجانك ودجانك لقى صوت دورتي وحيوه الرجال ما أنت يعني لقى سوي تيكو واد قبتي هو كلنا يسوس سودان وحنا لي سود وهذا مركو هراء بشدة هيجت بعرف وحنا كلنا تردار منا ده أمبراس أباهيو يوقفتين بالعيدين كياني إذا أمبراس كا كنا في عيدي ستان كنا فرع هذا يكتم إلى ستان بلد. بلاس كهل كايا له وأم بلاس كيلومتر كيس هذا ذا يكتم ويهلا وبقول يدور يا فرت أه بربرة إلى جيل بلاد إنتو سو سعودي وأنا موديل لبا كل يكو بيلات لبا كل يلا لبا كل يلا بيلات ووحرن تي هذه الله غفر قيمة هالمرك هذا يكتو إسبيتال كي نكاه الله نو سبعين لها لكن isaga ka mudano deemiga wax weey baahidiisu taagnay marka aad iyo aad baan wasaaradda iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland booga mahadcelin halkan geedbalaar markaynu joognayna gaari noocaas ka baxaydi waa garanaa duruufta geedbalaar gaari noocaas ma wayaane adeega loo baahay gaari kale ma qabteen aan runtii aniga maanta sharaf weyn bay tahay aan inagoo maanta joognay degmada geedbalaar in أمبلاس أما قاديس فهمتي قاريقة دق دقا أو باحنا باهيدو وين أو قبتي دق مدني أين مانت سو قارسينو سدالة الماماي فهمتي دي حالكم وحاكو تعالى حرون عافماد أما حرون تهوي دي لالانكا حنانا دا أو دق مدن ديقا نبادني هوسي مادان فهمتي نباهي وين أو قبتي يوضا باهيا دق مدني أد بنيهين باهيا دق موين كقوبل كاني فهمتي دق موين بدني iyaguna ay baahi badan u qadaan adigiyo runtii aad mahad bulshada la xiriira
mid kamida hawlaha iyo runtii baylahaa jiray umbay maanta gufeynay arintaasina waa mid kamida mas'uuliyadaha saarteen oo dadka bulshadan la dooratay iyo bulshada deegaanadan iyo bulshada gobolkan ee la doortay inaan codkooda gaarsiino hay'adaha dawladda iyo wasaaradaha qaranka oo runtii baahida loo gudbiyo iyadoo laga hadlay mas'uuliyadda iyo wax weeye cidda ay qusayso marka arintan waxay kamid ahayd mid kamida runtii hawlihii aan dadkayga kaga wakiilka ahayn maanta waa maalin weyn halkan waxaan isugu nimid oo keli ah horta way mahadnaq un inaynu la kala wareegno gaariga ambalaaska ah ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay inugu deeqday gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Geedballaad ay ugu deeqday waan uga mahadcelinaa runtii agaasimaha guud iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka xildhibaan Cabdikariin oo runtii ee ah shaqadii loo doortay oo runtii dabagal fara badan iyo shaqo fara badanba ku sameeyey xildhibaanada kale golaha deegaankana sidaasaan ka sugaynaa runtii maanta waa maalin weyn oo wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda in la fidigiyo adeegyada caafimaadka iyo in kor loo qaado gaadiidka gurmadka degdega ah si loo yareeyo dhammaan waxyaalaha ay ka mid yihiin hooyooyinka umulraaca iyo caruurta yaryar ee u baahan in meel degdega la gaadhsiiyo waxay maanta halkan ay ku wareejinaysaa gaari ambalaans ah gaariga ambalaanska ahoo sidii horeba looga sheekeeyey ah gaari cusub oo soo baxay sanadkan aynu ku jirno bishii si afraad 2022-ka gaarigaasi ambalaanska waxa u dhan qalabkii gaariga ambalaanskii waxba kama duwana gaariga kale haddii aanu lahayn qalab lagu sii badbaadiyo qofka inta uu gaarsiinayo meesha uu ka qaaday ilaa meesha kale waxa u dhammaystiran gaariga ambalaanska wixii qalab life saving ahaa ee loogu talagalay qofka la saaraya in uu u baahdo ee ay ka mid tahay oxygen-tii ee ay ka mid tahay monitoring-kii ee ay ka mid tahay wax daawooyinkii ee ay ka mid tahay waxyaalihii kale ee gaari ambalaansa oo casri u lahaa Sikiriye Nuux Ibraahin Televisionka CBA degmada Geedballaad ee gobolka Gabiley